مراسلنا في المنطقة الخضراء بدر الركابي. بدر، يعني صف لنا المشهد لديك، ما هي آخر التطورات الآن؟ نعم زميلي سعد، يعني أبدأ معك من المستجد الأخير وهو إصدار قيادة عمليات بغداد حظرا للتجوال، يبدأ عند الساعة 3:30 وإلى إشعار آخر نتيجة للتطورات الميدانية المتتابعة المتتالية التي تجري الآن في العاصمة بغداد، لا سيما هنا في منطقة الخضراء. أتواجد أنا هنا يعني بالقرب من بناية البرلمان، دعني أتحدث معك ونشاهد هذه الصورة حاليا، هذه الأعداد الكبيرة التي تتوافد الآن هنا إلى مبنى البرلمان. هذا أمامك الآن هو مبنى البرلمان، وهذا هو الدخول الرئيسي لمبنى البرلمان، كما تشاهد من تقاطع الخرطوم هذا الذي أمامك تتوافد الأعداد بشكل كبير، وهي اليوم قادمة من جسر الجمهورية إلى تقاطع وزارة التخطيط ومن ثم إلى تقاطع الخرطوم وصولا هنا إلى بناية مجلس النواب. راجلا يتواجد أبناء التيار الصدري عبر هذه البوابة، أما المركبات فتتجول إلى فوق النفق الزيتون هذا الذي تشاهده الآن على جانب اليسار، يأخذوا ويتجهون إلى المنطقة الخضراء كما تشاهد. نعم. هذه المركبات الآن المتواجدة تتوافد بشكل كبير هنا إلى المنطقة الخضراء رغم التحصينات الأمنية، رغم أيضا هناك جهود من القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وكذلك حماية اليوم حماية أمن المتظاهرين. نتحدث عن أعداد كبيرة اليوم تتواجد لا سيما من الجانب يعني الرصافة وكذلك من جانب شرق القناة، نتحدث عن منطقة الشعب، عن منطقة مدينة الصدر والمناطق الأخرى بجانب يعني شرق القناة تتوافد بشكل كبير، بالإضافة إلى مختلف مناطق العاصمة بغداد تتجه عبر جسر الجمهورية وصولا هنا إلى مبنى البرلمان ومن ثم التوجه إلى عمق المنطقة الخضراء حيث القصر الجمهوري. لغايه الان نتحدث عن سؤال بدر، يعني ماذا بشان نتحدث عن تحركات كبيره تحركات المتظاهرين يعني نحو القصر الجمهوري، هل وصل المتظاهرون الى هناك؟ نعم زميلي سعد، يعني منذ وقت مضى الاعداد من المتظاهرين هم تواجدوا كانوا في البرلمان وبالتالي حاولوا اجتياز الحواجز الكونكريتية التي كانت موضوعة بين مبنى البرلمان والأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تفصل عن الدخول إلى عمق المنطقة الخضراء، بالتالي اجتازوا الحواجز ووصلوا إلى بناية القصر الحكومي القصر الجمهوري كما يعرف، وهم الآن على أسوار القصر الحكومي. هناك محاولات للدخول إلى القصر الحكومي، بالتالي ما تشاهده الآن من خلفي بهذه الزخم بهذه الأعداد الكبيرة التي تتواجد الآن هي من أجل تعزيز هذه الأعداد التي تتوافد اليوم هنا إلى مبنى البرلمان من أجل الوصول إلى القصر الحكومي. لغاية الآن لا توجد لربما هناك يعني إرشادات مركزية وتعليمات وتوجيهات فيما يتعلق بمسير المتظاهرين ووصولهم إلى القصر الحكومي، كما أيضا كانت هناك توجيهات من سماحة السيد مقتدى الصدر، لكن هنا نشاهد الأمر هو بشكل قد يكون أقرب إلى العفوي. يعني أتحدث معك ونقترب أكثر من البوابة حاليا، هذه الدخول إلى مبنى البرلمان، قد نحاول حاليا الدخول لنشاهد اليوم هذه الأعداد التي تتوافد بشكل كبير الآن إلى مبنى البرلمان وهي تحاول اليوم إسناد من يتواجد الآن في مبنى البرلمان وكذلك وصولا إلى المنطقة الخضراء من أجل اليوم استمرار زخم هذه الاعتصامات. نعم. وهذه التظاهرات قد تكون هي خطوة نتيجة أيضا لانسحاب الصدر واعتزاله بشكل كامل إلى العمل السياسي، فقد تكون هذه الخطوة كردة فعل من المعتصمين المتواجدين هنا من أبناء التيار الصدري، يحاولون اليوم يعني مساندة السيد مقتدى الصدر بخطوته. كما تشاهد الآن هذه هي الباحة الخارجية لمبنى البرلمان، هذه هي الأعداد الآن، لربما مبنى البرلمان قد لا تتواجد فيه أعداد كبيرة نتيجة لهذه الأعداد الآن تتوافد هي إلى المنطقة الخضراء. كما تشاهد حتى هناك دعم لوجستي يقدم الآن من قبل المواكب المتواجدة حاليا هنا في البرلمان وكذلك وهم يساندوهم اليوم للتوجه
إلى عمق المنطقة الخضراء حيث القصر الجمهوري. طيب بدر، يعني فيما يتعلق بإعلان قيادة العمليات المشتركة حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد بدءا من الساعة 3:30 من عصر هذا أو بعد ظهر هذا اليوم، يعني هل هذا أيضا يشمل معتصمي التيار الصدري وربما عليهم الانسحاب؟ يعني بداية كان هناك قبل البيان الخاص بالعمليات المشتركة كان بخصوص حظر التجوال، كان هناك بيان يتعلق بالانسحاب من المنطقة الخضراء، ولكن قد أضعك بهذه الصورة الآن زميلي سعد، وكما تشاهد هم لا يتواجدون اليوم، قد تكون مشيا، وإنما نتحدث عن عمليات هرولة وركض يحاولون الدخول بشكل مسرع إلى المنطقة الخضراء وإلى أيضا عمق المنطقة الخضراء. بالتالي قد تكون هناك كانت توجيهات واضحة من العمليات المشتركة لانسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء، ومن ثم تلا هذا الأمر هو اليوم بيان بحظر التجوال، ولكن ما نشاهده الآن على الأرض هو يختلف تماما، الأمر مختلف جذريا هنا داخل المنطقة الخضراء، الأمر يتعلق بتوافد أعداد كبيرة، هذه الأعداد لربما هي كسرت حاجز اليوم حظر التجوال، بالتالي اليوم نتحدث عن أعداد كبيرة تتواجد وهي اليوم تصل اليوم هنا إلى المنطقة الخضراء. طيب بدر، فيما يتعلق بالجانب الآخر يعني متظاهري الإطار التنسيقي، هل هناك تحركات أيضا من جانبهم؟ نعم سعد، يعني قد يكون المشهد هناك هادئا بعض الشيء، الأمر مختلف فيما يتعلق بالتظاهرتين وأيضا يعني مرجعية هذين التظاهرتين، الأمر هناك متعلق بالإطار التنسيقي، بالتالي لا توجد هناك توجيهات من قبل الإطار فيما يتعلق بالبدء بالتصعيد، الأمر هنا متعلق فقط بالبرلمان ومعتصمين البرلمان هنا في المنطقة الخضراء، والجزء الأكبر منهم الذي ينتمي هنا إلى التيار الصدري، بالإضافة أيضا إلى بعض من أبناء تشرين وكذلك القوى الأخرى وكذلك حتى من هو متعاطف اليوم مع هذه الخطوات التي يعني لربما هم يشاهدوها إصلاحية بتظاهرات عفوية، يعني تحدثت مع عدد من يتواجد هنا يتحدث بأن الأمر هو متعلق بمحاربة الفاسدين وضرورة أن تكون هناك خطوات ضاغطة من قبل المعتصمين على يعني الجهات المعنية من أجل تنفيذ اليوم المطالب المتعلقة بالمتظاهرين، خصوصا كما تعلم بأن يعني التعليمات اليوم نتحدث هنا عن توجيهات تتضمن اليوم ضرورة إجراء انتخابات مبكرة وكذلك حل البرلمان، وأيضا الجزئية الثالثة وهي قد تكون الأهم المتمسك بها من يتواجد هنا وهي طرد الفاسدين، فبالتالي قد يكون هذا الخيار الثالث هو الخيار الأكثر اليوم تأثيرا هنا ومطلبيا هنا في الاعتصامات المتواجدة في المنطقة الخضراء. قد لا يخلو الحديث هنا عن أننا نشارك اليوم من أجل طرد الفاسدين وكذلك محاربة الفاسدين، فالجميع هنا مشترك ومتفق على هذه النقطة، كما تشاهد البرلمان على جانب اليمين الآن هو خالي، يعني تتواجد فيه أعداد قليلة، هذه الأعداد حاليا كما تشاهد تقدم الدعم للمتظاهرين لمن يتواجد ويحاول الوصول إلى المنطقة الخضراء، يقدمون له الآن هنا كل المستلزمات والدعم اللوجستي من أجل استمرار هذه التظاهرات ومن أجل هذه المحاولات التي اليوم هي مستمرة من أجل الدخول الآن إلى مبنى البرلمان، كما تشاهد أيضا يعني تتواجد أفراد من المنظمين لربما لهذه المسيرة بشكل عفوي وحاولون إرشادهم للوصول من خلف البرلمان إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم التوجه إلى عمق المنطقة الخضراء عند القصر الجمهوري. قد تكون هذه الخطوة الأولى حاليا هي خطوة التوجه إلى القصر الجمهوري، لغاية الآن هو الأمر
مبهم بقضية الخطوات اللاحقة التي ستكون بعد القصر الجمهوري. يعني ولكن لغاية المتظاهرين يعني يسارعون والتواجد الكبير هو متعلق قبل دخول حظر التجوال حيز التنفيذ عند الساعة 3:30. يعني نلاحظ المتظاهرين يسارعون الخطى الآن يعني للوصول إلى داخل المنطقة الخضراء. نعم سعد، كما ذكرت لك يعني أنا تواجدت من ساحة التحرير وعبرت جسر الجمهورية وشاهدت أيضا هناك قطع للجسر من قبل القوات الأمنية فيما يتعلق بحركة المركبات، ولكن الأمر بسبب كثافة الأعداد التي تتواجد اليوم سعد لربما راجلا وكذلك حتى بمركباتهم من مختلف مناطق العاصمة بغداد من أبناء التيار الصدري جعل الأمر يعني هناك تعاون ومرونة معهم بقضية يعني تجاوزهم لجسر الجمهورية وصولا إلى المنطقة الخضراء. التعليمات والتوجيهات هي صارمة فيما يتعلق بقضية القوات الأمنية وإغلاق المنطقة الخضراء، ولكن بذات الوقت هناك أيضا مرونة من قبل القوات الأمنية كما وجهت إليهم من قبل التعليمات بعدم الاحتكاك مع المتظاهرين والتعامل معهم بمرونة والابتعاد عن وسائل العنف، وبالتالي قد لا نشاهد هناك عنف مستخدم من قبل القوات الأمنية مع المتظاهرين. كذلك حتى نشاهد اليوم هناك تعاون ويعني تقبل من قبل المتظاهرين للقوات الأمنية وهم اليوم يحاولون حماية مسيرهم وهم يتجهون الآن من ساحة التحرير وصولا إلى جسر الجمهورية ومن ثم العبور إلى تقاطع وزارة التخطيط ومن ثم إلى اليوم تقاطع الخرطوم لحين الوصول هنا إلى مبنى البرلمان وتوجه من بعدها إلى عمق المنطقة الخضراء. هذه المركبات زميلي سعد أيضا هناك تشاهد يعني يحاولون اليوم الاستعانة بهذه المركبات التي تحاول أيضا اليوم مساعدة المتظاهرين من أجل الدخول إلى عمق المنطقة الخضراء. فنشاهد اليوم تعاون من مختلف يعني القطاعات والفئات اليوم هنا من أجل محاولة تسهيل دخول المتظاهرين بينهم كمتظاهرين، من لديه سيارة، من لديه شيء آخر، من لديه أيضا دعم لوجستي كمياه أو غير ذلك. طيب يقدمون الدعم للمتظاهرين. بدر ابقى معنا نتابع هذه اللقطات التي وردتنا الآن وتظهر اقتحام المتظاهرين اللحظات الأولى اقتحام المتظاهرين لباحات القصر الجمهوري. نتابع. إذن كما ترون هذه مشاهد من داخل القصر الجمهوري، هنا مسبح القصر الجمهوري ربما في هذا الحر القائض فصل الصيف، ربما المتظاهرون وجدوا ضالتهم الآن في هذا المسبح. وهذه اللقطات أيضا تظهر دخول المتظاهرين إلى القصر الجمهوري، أعداد ربما يعني ليس بالكثير ولكن ربما ستتزايد مع الوقت. وهذا من داخل القصر، باحات القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وهتافات وأهازيج من جانب المتظاهرين.